السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي نوعا ما تكون محاضرة كلش حلوة وشيقة وتفيد الباحثين وأيضا الطلاب البكالوريوس أو الماستر اللي يحبون ينشرون بحوثهم. طبعا هي معلومات جدا عامة وسمبل وبسيطة بعيدا عن كل التعقيد. لا أشوف دائما بالأغلب تصير مثلا ندوات ومؤتمرات ودائما تحديث ووحدات البحث العلمي. اليوم دا احاول انه افصل الموضوع للنشر بمحاضرتين على اليوتيوب كلش بسيطات وسمبل حتى ناخذ الامر ب يعني سيريسلي جدا سمبل، ما نحتاج كل هالتعقيد. اول شيء نبلش، طبعا احنا ما راح نسولف على اساسيات انشاء او created for research، لا، لانه هذا الشيء حيكون بتفصيل اعمق واكثر، ممكن محتاج أساتذة تخصص أغلب بهذا الموضوع إنه لأنه كل اختصاص يختلف، بس إحنا دا نسولف على النشر حالياً. أنا بحثي جاهز، كملته، داتا عملي anything أو محتاجة إنه أدزه إلى فد مجلة تنشر هذا البحث. فخلينا نسولف اليوم بصورة عامة عن النشر بالمجلات العلمية. طبعاً أنا وردتني العديد من الأسئلة على الإيميل بخصوص إنه أحد الأخوة طلبوا عن هذا الموضوع، فإن شاء الله اليوم راح نتطرق له بشكل تفصيلي وبسيط أيضا. أول سؤال كان واردني إنه ما هي المجلات المعتمدة للنشر؟ يعني يا مجلات إحنا نعتمدها، هل هي من قبل سكوباس أو ثومسون رويتر؟ يعني لحد الآن ما يعرفون شنو هي. وأيضا يعني أغلب الأسئلة راح نقدر نجاوب عليها، فشنو هي المجلات المعتمدة تعتمدون انه تنشرون بيها؟ هي المعتمدة مثلا من سكوبس او اسم الثاني ثومسون رويتر. طيب وين هذا؟ شنو الويب سايت مالته؟ هي طبعا بالمناسبة كل الديتيلز هياته اللي حنسولفها هنا راح اتركها لكم بصندوق الوصف حتى ما تضيع عليكم هذا الموضوع، وراح افصله الى محاضرتين حتى ما يصير كل شلود وتملون من المحاضرة او من المعلومات الانفورميشن. I'm sorry. So هذا الويب سايت الخاص بهم بالمناسبة، تقدر انت عن طريقه ايضا الحلو به ان انت تقدر تنشئ موقع ويب سايت انت كباحث. بالمناسبة كل هاي انت كل موقع بحث علمي كأن يكون ان شاء الله اذا احتاجيته هذا الشيء، يعني بالمناسبة هو ما يخص فقط الدراسات العليا وانما يخص كل وان كان طالب بكالوريوس ممكن يزيد معلوماته، خاصة احنا حاليا بموجة التعليم الالكتروني. يعني قبل سابقا كان الطالب يروح على الاستاذ ياخذ محاضرته يعني ورقيا سوفت ويدرس، يعني هسه حاليا انا اعتبر نعمه التعليم الالكتروني كلش بيرفكت للطلبه لانه حيوسع الادراك كلش هواي، حيبحث الطالب، حيعرف شلون يستخدم الكتاب لما ينطي الاستاذ فد سبجكت معين يروح يبحث يعرف انه ياخذ معلومات من هذا السيرش لو لا حسب ممكن سيرش منشور وكان دار النشر مالته غير موثوق، فاكيد المعلومات اللي بيه ما حتكون موثوقه 100%. فحتى تعرف انت شلون تختار البحث اللي حتدرسه، شلون تبحث، شلون حتقدر انت تفوت للويب سايت وتبحث هذا الشيء. فانه يكون موضوع النشر العلمي ما مقتصر فقط على طلبة الدراسات العليا او الاساتذة الباحثين، وانما عن كل شخص انه معتمد بالمجال الاكاديمي او هو يشتغل كباحث. يعني ممكن شخص بموقع العمل عنده داتا معينة وصل الى نتائج حب انه يوصل هاي الفكرة الى اكبر عدد ممكن من الناس، فيكون التلخيص السمري لها على شكل ريسيرش او ورقة بحثية وتنشر هاي الورقة البحثية بدون نشر عالمية. فابد الامر ما مقتصر على طلاب الدراسات العليا. فاول موضوع يا هي كان انه المعتمدة، الافضل انت الك تروح تعتمد المجلات اللي هي ضمن تصنيف سكوبس او ثومسون رويتر. طبعا السؤال الثاني كان شنو هو سكوبس او ثومسون رويتر؟ طبعا قلت لكم انه بامكانكم تنشؤون حساب خاص بكم هنايا انه وتقدر عن طريقه تعرف كل المجلات، هاي المجله اقدر اسوي سيرش عنها وابحث عن هاي المجله واتاكد من عندها هي موجوده او لا. طبعا شنو هو ثومسون رويتر او سكوبس؟ شنو هاي شركات مختصه، يعني مو موقع واحد، شركات مختصه باعتماد المجلات العلميه. طبعا مو بس مجلات للبحث العلمي، ممكن تكون مجلات للبحث العلمي الريسيرش، ممكن تكون للمؤتمرات ايضا الكونفرنس، الكتب،
وتصدر معامل تأثير لكل مجلة، وهذا إصدار معامل التأثير يكون سنوي. فأنت ما تقدر مثلا تدخل إلى مجلة تقول هاي موجودة ضمن ثومسون رويتر خلاص اعتمدتها، لا، أنت كل سنة ثومسون رويتر تنزل تحديث لست بالبي دي اف، إذا تردون أن ننزلكم اللي موجودة لهذه السنة تتحدث كل سنة، لأن هاي المجلات الموجودة ممكن ما تبقى ثابتة، تزداد، أكو مجلات راح تصعد تنضاف، أكو مجلات راح تخرق الشروط اللي طالب بها ثومسون رويتر، يعني يخرجونها من هذا الويب سايت أو من هذا الموقع. لذلك ما تقدر أنت تقول هاي المجلة معتمدة إلا تشيكها، تستمر أنت التشيك اللي هيكون سنوي، لأنهم كل سنة يسوون تحديث وأبديت على الانفورميشن اللي عندهم. فإذا هي شركات مختصة باعتماد مجلات علمية للبحوث، مؤتمرات، كتب، وتابعونها أيضا، يعني يبقون وياها تشيك أس، مو تنهمل خلاص دخلت لا، ويصدرون معامل تأثير اللي هو يسمونه الإمباكت فاكتور. أكيد أنت لما تفوت على فد مجلة معينة تسمع إمباكت فاكتور، أو أحد يقول لك أنا نشرت بحثي في كذا مكان، مجلة لها إمباكت فاكتور، أنت حيتوارد إلى ذهنك شنو هو الإمباكت فاكتور؟ هذا رقم يمنحونه للمجلة العلمية، أي مجلة علمية يمنحونها يعني إمباكت فاكتور خاص بها. طيب شنو هذا الإمباكت فاكتور؟ عن شنو يسولف هذا الإمباكت؟ يميل عدد البحوث المنشورة بهاي المجلة، وكم شخص مستخدم هاي البحوث كمصادر. طيب يعني السايتيشن، يعني خلينا نجي نسولف، اني نشرت بهاي المجله بحث، تمام، هاي نشرت بها بحث، اوكي، راح في شخص ثاني يريد ينشر بحث يحتاج داتا، استعان ببحثي، اوكي، ذكر بحثي انه احد الريفرنس اللي هو مستخدمها ونشرها في مكان اخر او نفس المجله نو بروبلم او في مجله ثانيه. اسم المجله راح ينورد بكذا مكان، يعني استشهدوا باسم المجلة هذا، فراح يجي سايتيشن للمجلة بيسمونه امباكت فاكتور. طيب انت الباحث تستفاد؟ اي نعم تستفاد، يجيك سايتيشن خاص بيك. لذلك ان شاء الله اذا للمستقبل ان راح نسوي فتح حلقات خاصة بمواقع البحث العلمي مثل الريسيرش جيت، جوجل سكولر، كل باحث لما تدخل عليه راح تشوف شقد السايتيشن اله، يعني شقد ممكن احد مستعين او مستشهد ببحوثه. بالمناسبه يعني عذرا، اكو بعض الاشخاص شنو يسوون، يستعين بنفس بحوثه حتى يصعد السايتيشن، انا ما اعتبرها صراحه من اخلاقيات البحث العلمي، اذا كان ما محتاجه فانه راح يذكر له انه السايتيشن انت مستشهد يعني بنفسك لبحث اخر، فكل شيء انه ما حيضيع. فنرجع انه الامباكت فاكتور هو عباره عن رقم تمنحه نفس ثومسون رويتر او سكوباس لهذه المجله اعتماد على شقد بحوث منشوره بهاي المجله واستخدموها كبحوث بمجلات اخرى، فهو هذا الامباكت فاكتور. طيب شقد قيمته تبلغ؟ يعني شقد قيمه الامباكت فاكتور؟ هل هو رقم صغير كبير شقد؟ طبعا ما يعني دائما لازم يكون اكثر من الصفر، ماكو زيرو، يعني مثلا ممكن تلاقي مجله 0.31 no problem 0.5 اوكي، المهم اعلى من الصفر، بس كمقياس ماكسيموم لا ما اله. بس يعني اخر سيرش يعني لهاي السنه اعلى امباكت فاكتور لقيته اني هو لمجله طبيه، يعني كان 134، فبس هو ممكن يصعد. اي نعم، شلون حساب الامباكت فاكتور يعني للمجله هاي ما تهمك انت كباحث، يعني بس تريد تعرف ايضا الويب سايت راح اتركه لك واعلمك شلون يحسبون السايتيشن والاستشهادات بالنسبه للمجتمع ويقسمونها هاي عن طريقه تقدر تعرف انه انت السايت او الامباكت فاكتور لهاي المجله. فمن هنا تقريبا عرفت انه طيب يا الافضل امباكت فاكتور صغير او كبير، اكيد هو كل ما كان الامباكت فاكتور اكبر الرقم اكبر كانت افضل. طيب معاملات التاثير للمجلات، هل هو رقم ثابت؟ يعني اذا انا مثلا مجله مثلا فور انجينيرنج كان انه معامل التاثير لها 3، هل هو راح يثبت؟ لا، راح يتغير سنويا. لذلك انا قلت لكم ببدايه الحلقه انه دا يصير تشيك اب لكل المجلات سنويا. ممكن بعض
المجلات تترقى، الامباكت فاكتور إلها يصعد. اكو بعض المجلات ممكن قلت لكم تخرق الشروط المطلوبه منها فتخرج اصلا من التصنيف، او ممكن مجلات حديثه العهد او حديثه الولاده مثلا مده سنتين ثلاثه وصلت للشروط اللي تريدها من عندها سكوباس او ثومسون رويتر اللي هي حاليا تتسمى، وتدخل جديده. فاذا هذا الشيء مو ثابت وانما متغير سنويا، لذلك ارجع واقول انه شركه او منظمه ثومسون رويتر كل سنة ينزلون تحديث، وبإمكانكم أن كل شخص يسوي حساب خاص بي ويبقى متابعهم، وهذا الشيء كلش إنه يعني إنه حيستفاد بمعلومات أكثر. أرجع وأقول كل الويب سايت الخاصة بهم راح أتركها لكم بصندوق الديسكربشن. نرجع، هل إنه كل مجلة تدعي أكو مرة المجلات أنت مرات تدخل عليها نو بروبلم تقول أنا الإمباكت فاكتور إلي هالقد، يعني هل إنه هذا صح؟ يعني لا هذا مو صح، لانه الامباكت فاكتور مو المجله اللي هي يعني هي تاكده، وانما دور النشر الخاصه المؤسسات اللي هي ثومسون رويترز هي اللي تمنحها، فانه على اساس هذا الشيء فتكون غير معتمده. زين من الجهات المعتمده حتى تمنح معامل التاثير؟ السايت سكور هو اللي يمنح معامل التاثير، طبعا سولفنا احنا بهذا الشيء انه يمنح معامل التاثير الخاص بالمجله اللي يسمونه سكوباس. طبعا شلون راح نقدر انه انا اعرف لكل مجله ايش قد، شلون اقدر اتاكد كذا؟ ممكن احد يقول انا شلون اعتمد مجله معينه، مثلا انا اريد انشر بكذا مجله. المفروض انت اول خطوه تسويها قبل ما تنشر بالمجله وتدخل وتروح تتاكد، تروح تشيك هاي المجله هل هي معتمده من قبل سكوباس. طبعا انت اذا اردت تنشر بحثك كباحث رصين اكيد انا اسولف، اكو بعض المجلات مجلات محليه، اكو بعض المجلات هي فيك، اوكي نو بروبلم. انت اني انشر اقصد البحث العلمي الرصين، شلون حتنشره؟ المفروض نمبر 1 تروح تشيك المجله تشوف هل هي ضمن سكوباس او لا. طيب اكو فد موقع او عنوان اقدر اشيك من عند عنوان المجله؟ اي نعم تقدر، انه عن طريق هذا الويب سايت الخاص بسكوباس بالمناسبه بامكانك تنشئ تشيك اكاونت خاص بيك، يعني تسوي يعني حساب خاص بيك ضمنهم، يجيك سيرتيفيكيت وانه يصير لك حساب فأي مجلة انت تريدها تلقائيا تروح تقدر تشيكها مباشرة. هنا تقدر تخلق حساب خاص بك بالمناسبة الويب سايت حأترك لكم اياه ايضا في صندوق الوصف، من هنا تقدر تسوي حساب، واذا انت عندك حساب مباشرة تسجل ايميل والباسورد الخاص بك. اي يعني سورس اي شنو انت تريده هنا تقدر تبحث عن سيرش تلقائيا، تختار سيلكت اريا شنو تبحث انت عن اي شيء، عن يا ضمن يا اختصاص، وتنطي المجله الخاصه بي. بالمناسبه يبحث لك مو بس المجله، يبحث لك المجله وايضا كل البروبرتيز الخاصه بها. طيب انا اقدر ادخل بس عنوان المجله؟ ممكن تطلع لي هواي مجلات متشابهه بالاسماء، لا، لكل مجله اكو رقم تسلسلي خاص بها يسمونه الاي اس بي ان. اذا تروح هسه عند اي بحث منشور تلقى فوق مثلا قبل البحث بكذا يوم، نشر ببلشت كذا يوم، اكو اي اس بي ان هذا الرقم التسلسلي للمجله، تاخذ الرقم التسلسلي وتبحث هناي، تقدر انه انت تبحث على الرقم التسلسلي الخاص بالمجله، فاذا ظهرت لك فاوكي معناها هي موجوده ضمن تصنيف سكوباس بريفيور، اذا ما ظهرت لك معناها انه هي ما موجوده ضمن هذا التصنيف، ماشي يعني؟ فهي سنويا انت تقدر تتاكد من عندها او تنظر للسته اللي موجوده تنزل سنويا، او بامكانك تبحث اونلاين. طيب هل جميع المجلات الموجوده ضمن هذا التصنيف تمتلك معامل تاثير؟ لا اكيد لا، لانه اكو مجلات تخرج سبق ونوهنا بهذا الموضوع تخرج سنويا من هذا التصنيف فلها مده السنه، لذلك دائما شو يسمونه اكو سيرف يسمونه سكوباس كوفرج ييرز، لان هو اختيار المجله راح يكون سنوي. زين شلون احنا نتاكد من اعتماد هاي المجله بثومسون رويترز؟ اكو عنوان بحث خاص بيهم؟ اي نعم موجود، حياتك كلاريفيت، ايضا راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف، بامكانك تنشئ حساب خاص بك ايضا ضمن كلاريفيت، لانه يعني موقع كلش مهم. فبعد ما تنشئ تقدر هنا تسوي سيرش عن المجله، تكتب عنوان المجله اللي انت راح تنشر بيها، اذا ظهرت لك فهي معناها موجوده ضمن كلاريفيت، واذا ما ظهرت فمعناها يعني هو ما يضمن كل المجلات، وانما يظن المجلات اللي هو محدثها ضمن السيستم مالته. فلما تطلع لك المجله هنا راح تطلع لك كل تفاصيلها،
الامباكت فاكتور إلها وكل تفاصيلها، وإذا ما ظهرت لك المجلة معناها ما موجودة ضمن هاي التصنيف أو ضمن هاي المؤسسة. إن شاء الله على المحاضرة القادمة بإذن الله راح نسولف عن دور النشر وكم دار نشر معتمد عالمي. تعرفون المجلات العالمية تنشر، لكن بعض المجلات تنشر بحوثة ومن دور نشر عالمي، وهذا الشيء كلش مهم. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا، نلقاكم على خير، وما أوصيكم تدعمون قناتنا بزر الاشتراك وأيضا تشيروه لزملائكم لتوصل أكبر عدد ممكن. إن شاء الله دمتم بخير، نلقاكم بأمان الله وحفظه.